أسد الجبال. أسد الجبال كبير الحجم، إلا أنه يصنف من السنوريات الصغيرة بدل الكبيرة، فهو قريب من القطط الأهلية جينيا أكثر من قرابته من الأسود الحقيقية، كما أنه حيوان ليلي كالسنوريات الصغيرة. أسد الجبال حيوان مفترس قادر على مطاردة فرائسه والكم لها، وهو يفترس أنواع كثيرة من الحيوانات، ومصدر غذائه الرئيسي هو الحفريات كالأيائل والإلكة والموظ وكبش الجبال الصخرية، كما يصطاد أيضا القطعان الأهلية والخيول والخراف، كما يمكن أن يصطاد حيوانات أصغر مثل الحشرات والقوارض. يفضل هذا الأسد المواطن ذات الشجيرات الكثيفة والصخور لتساعده على نصب الكمائن والاختباء عند الافتراس، ولكن يمكن أن يعيش في المناطق المفتوحة. جسم أسد الجبال نحيل ورشيق، وهو رابع أكبر السنوريات حجما، إذ تصل المسافة بين كتفي الفرد البالغ منها ما بين 60 و90 سنتيمترا، وطول الذكر البالغ من أنفه إلى ذيله يصل إلى 2.4 متر، فيكون إذن طول أسد الجبال بشكل عام ما بين 1.5 إلى 1.75 متر، وذلك من الأنف إلى الذيل. أما طول الذيل وحده فيتراوح ما بين 63 و95 سنتيمتر، ووزن الذكر البالغ منها ما بين 53 و100 كيلوغرام، وبمتوسط 62 كيلوغراما. ويكون حجم أسد الجبال أصغر كلما اتجهنا باتجاه دائرة الاستواء، وأكبر كلما اتجهنا باتجاه القطبين. يستطيع أسد الجبال الركض بسرعة تصل ما بين 55 و72 كيلومترا في الساعة، ولكنه أسرع في الركض في المسافات القصيرة من المسافات الطويلة. كما يستطيع أسد الجبال التسلق والسباحة، لكن إلى حد ما فهو ليس شديد الارتباط بالماء. أسد الجبال صياد ماهر، يستطيع أكل أي حيوان يصطاده من الحشرات الصغيرة وحتى الحفريات الكبيرة. والفريسة الأكثر أهمية عند أسود الجبال هي الأيل بمختلف أنواعه، لا سيما في أمريكا الشمالية، كما يصيد أيضا حيوان الإلكة والموظ وغيرها من الحافريات. وهناك أنواع أخرى تشكل الغذاء الأساسي لأسد الجبال في مناطق معينة، مثل كبش الجبال الصخرية والخيول البرية في أريزونا، والخيول الأهلية والمواشي الأهلية كالخراف والأبقار، حيث تفترس وتقطع لحم فرائسها بقوة عض تبلغ 158.75 كيلوغرام لكل بوصة مربعة. الجاكوار. الجاكوار قط فريد من نوعه ويختلف عن بقية القطط الأخرى، لها بنية جسدية رهيبة تساعدها على محاربة أي حيوان مفترس يهدد وجودها. توجد في الغالب في غابات الأمازون، وهي تعتبر ثالث أكبر القطط بعد النمر السيبيري والأسد، حيث يبلغ وزنه ما بين 50 إلى 148 كيلوغرام، وبطول من 112 إلى 185 سنتيمتر دون احتساب الذيل، وتمتلك فكان قويا للغاية يمكنه من سحق جمجمة الفريسة، حيث تبلغ قوة عضته ما بين 680 إلى 907 كيلوغرامات لكل بوصة مربعة. وهذه هي الطريقة التي يقتل بها الجاكوار فرائسه.
الجاكور هو صياد انفرادي والمفترس الرئيسي في غابات أمريكا الوسطى والجنوبية، حيث يتغذى بشكل أساسي على الكمل والغزلان وذوات الحواثر والتبير والكابيبارا وحتى الأناكوندا الكبيرة الخط. من سيفوز؟ هذان نوعان مختلفان من الحيوانات المدهشة التي تعيش حياة مختلفة ولديها قدرات مختلفة أيضا، يمكن أن يفوز كلاهما ويمكن أن يخسر كلاهما ويمكن أن يقتل كل منهما الآخر. بينما يتمتع الجاكوار بقوة عض أقوى، فالجاكوار يتميز على منافسه بالرشاقة، ومن المعروف أيضا أن الجاكوار يتجه مباشرة نحو الرقبة لقتل الغزلان والذئاب الكبيرة. سوف يواجه كل منهما تهديدات مختلفة تماما، حيث يتنفس أسد الجبال ضد الذئاب والدببة، أما الجاكوار فهو يتنافس مع الكيمن وثعالب الماء الكبيرة والأناكوندا. من وجهة نظرنا الخاصة نعتقد أن الجاكوار هو من سيفوز بالمعركة، وذلك لما يمتلكه من خصائص تجعله يتفوق على أسده.